صباح الخير يا حلوين، تعالى ما اقولك ازاي تخلي شعرك يطول جدا زي ما قالت لي ستي. المكون السحري ده والمكون التاني هيخلي شعرك زي الباروكة، هيطول جدا وينبت لك الفراغات، يعالج الشيب سواء الشيب ده مبكر او حتى لو انت كبير في السن. يلا يا بنات نشوف ازاي هنخلي شعرنا يطول في يوم وليلة. بس صلوا على رسول الله. لو اول مرة تشوفوني، انا مامة سولة اسراء فتح سكتشن. لايكوا كومنت حلو واكتبوا لي في الكومنتات انتوا بتشوفوني منين، وشاركوا الفيديو على قد ما تقدروا. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة كده هنبدأ نجيب القرنفل، وده بيتباع عند اي عطار. بعد كده هنجيب طبق وهنبدأ نضيف معلقتين من الطحينة او معلقة واحدة زي ما قالت ستي بالظبط، معلقة من خل التفاح ومعلقتين من المية المغلية. تقلبي كويس قوي علشان تدوبي الطحينة، وبجد الفكرة دي للشباب والبنات والكبار السن وكمان للاطفال، بتغذي الشعر من الجذور ومنبت الشعر فبتطوله جدا وبتنبت الفراغات. معلقة من القهوة ومعلقة من القرنفل المطحون، يعني خدت القرنفل وطحنته في المطحنه وخدت منه معلقه. قلبت الكلام ده كله كويس جدا، وحابه اضيف معلقه من زيت القرنفل زي ما قالت ست. هنعملها 3 مرات اسبوعيا لمده اسبوعين، بجد هتدعوا لي عليها حباني النتيجه من اول اسبوع. تدلكوا فروه الشعر كده، فروه الراس لمده 10 دقائق، بتنبت الفراغات، تعالج الشيب وتطول الشعر.